أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي بيانا خلال قمتهم الاستثنائية ببروكسل، أقروا فيه تشديد العقوبات على إيران بعد الهجوم على إسرائيل. دعا البيان إيران ووكلائها في المنطقة إلى خفض التصعيد، مجددين التزامهم بأمن إسرائيل وداعين جميع الأطراف إلى خفض التصعيد. وكشف رئيس القمة ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن العقوبات الجديدة التي سيجري فرضها على إيران تستهدف الشركات المشاركة في إنتاج المسيرات والصواريخ. وكانت بلجيكا إلى جانب هولندا وبولندا والسويد طالبت بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، لكن ألمانيا ورئيس الدبلوماسية الأوروبية تحفظا على المقترح بدعوى أن الأمر بحاجة إلى مراجعات قانونية. بروكسل معنا مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. عبد الله، هل ما تزال اجتماعات الأوروبيين مستمرة في إيطاليا؟ ثم ما آخر الترتيبات فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية المرتقبة لديك في بروكسل؟ بالفعل سهام، اجتماع مجموعة وزراء خارجية مجموعة السبع لا زال مستمرا في يومه الثاني في جزيرة كابري الإيطالية. وهناك في هذه الجزيرة تركيز بالأساس على موضوع غزة وموضوع الاعتداء الإسرائيلي على غزة، وذلك ما لمسناه من خلال تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، الذي تحدث وكان يعني بلغة قوية جدا عن ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي، وباعتبارها قوة محتلة فإنها ملزمة باحترام القانون الدولي وتمكين القوافل المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة. وبالتالي بينما الأمر يعني مركز على غزة في إيطاليا، هنا في بروكسل الأمر أخذ أبعادا جيوستراتيجية عندما تعلق الأمر بالمواقف، مواقف التكتل الأوروبي من الهجوم الإيراني بالمسيرات، الهجوم الأخير، هجوم نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل. صبيحة هذا اليوم صدر بيان يعبر فيه الاتحاد الأوروبي عن موقفه، والموقف هو كالتالي: دعوة إيران وما وصفها بوكلائها وأدرعها في المنطقة إلى خفض التصعيد. غاب عن البيان الإشارة إلى إسرائيل ومطالبتها بدورها بعدم القيام بأي رد فعل ممكن أن يؤدي إلى بالمنطقة إلى الهاوية، وفق تصريح جوزيب بوريل. أيضا في البيان الذي صدر تضمن ما يعرف بالإجراءات التقييدية، هذه المرة ضد البرنامج الصواريخ والنظام المسيرات الإيرانية، سواء في المنطقة أو في أيضا في أوكرانيا. أيضا البيان سقطت منه إدانة وفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، بعدما كان هناك تحفظ واضح من المفوضية الأوروبية ورئيس الدبلوماسية الأوروبية، وأيضا وللمفارقة من طرف ألمانيا الداعم القوي لإسرائيل داخل التكتل الأوروبي. وسبب التحفظ الألماني والمفاجئ صراحة هو أن ألمانيا كان لها دور في تيسير وتسهيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني بين طهران والغرب، وبالتالي ألمانيا على ما يبدو لا تريد أن تتخلى عن هذا الدور. في مقابل هذا التحفظ الإيراني كان هناك تحمس من أو عفوا في مقابل هذا التحفظ الألماني كان هناك
هناك تحمس من طرف بعض الدول الأوروبية الأخرى، في مقدمتهم مثلا النمسا التي كما نعلم يعني منحازة بدون قيد أو شرط لإسرائيل ولسرديتها العدوانية، وأيضا هولندا التي كما نعلم تعيش وضع سياسي يتعلق بأن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير الأعمال، وبالتالي رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال الحالي الهولندي يأمل في أن يحظى بمنصب أمين عام حلف شمال الأطلسي. إذن هذه هو الحال وهذا ما يعتمل هنا داخل مقر الاتحاد الأوروبي سيها. عبد الله يماسي من بروكسل، شكرا جزيلا لك.